السلطات المحلية بقيادة أهل مقونة وفي إطار حرصها على تنفيذ التعليمات المتعلقة بحالات الطوارئ الصحية، تقوم رفقة مصالح جماعة غل مقون وعمال الإنعاش الوطني بجولات همت مختلف الدواوير والأزقة وكذا الأماكن الأكثر ارتيادا من طرف الساكن المحلية بتراب الجماعة كالمحلات التجارية والأماكن العمومية، كما استجابت أثناء تنقلاتها لطلبات بعض السكان بتعقيم ساحات منازلهم والأماكن الأكثر ارتيادا من طرفهم، خصوصا وأن المجتمع المحلي لا زال مجتمعا انقساميا يسود فيه التضامن الآلي ويضم أسرا كبيرة تتكون في بعض الأحيان من أكثر من 20 فردا تحت سقف واحد. آياتي نسكن المخزن إحلى ينفع أي عاود ربي المخزن كل شيء ما إلا نسكن أخطاء أي أنا غينا انتست نسيان ولي كان تخرشيش ولي كان الباس الحمد لله أتسوق ربي العفو يدارس إن شاء الله إما جانا مسلم ولا ما جانا رمي يكتمون مسلم.